قلت لك انا منيحه ما فيني شي. خليني اشوف زهره. زهره حبيبتي، كيف حاسه حالك يا عمري؟ امي عيوني، ما كان بدي فوت على العمليه قبل ما تجي انت معي، بس ماشي ولا يهمك، انا جنبك هلا، لا تخافي، ما راح اتركك لحالك. لا بقى تبكي. ليش هيك؟ امي شو بايدك؟ ما فيها شي، لا تخافي، جرح خفيف، خاله زينب شافتها وداوت لي اياها. ماشي، بس انت لا تبكي. انا كمان بدي اشوف حفيدي، خلينا نفوت. طبعا رح نفوت، ليش ناطرين؟ ما فيني خليكم تفوتوا سوا مشان صحة البيبي. تعرفوا انه الطفل ولد بكير ولازم ندير بالنا. الباسبورات معك؟ أمي بس ما يكون صاير شي مو منيح. ما رح نمشي من هون يعني؟ أمي قولي أي شي ولا تضلي ساكتة. ما صار أي شي يا عمري، كل شي منيح. أنتي روقي هلا ولا تخافي، بوعدك رح نطلع. دخيلها العيون، لا تخليهم يبكوا. ملك قومي، يلا خليني غير لك على الجرح بلا ما يلتهب. أنا رح أرجع فورا ماما. ماشي. ليش بعدنا ناطرين؟ يلا خلونا نفوت لعندها. يلا بقى ليلى، ما بدك تفوتي تشوفي الولد؟ بلا رح شوفه أكيد، بس بلا ما نعمل زحمة بالغرفة، خليهم ليطلعوا. إيه بس شو رح نعمل جوا يعني؟ فوتي. ما قدرت خبر زهرة أنه الباسبورات انسرق. أنا لازم دبر غيرهم فورا، ما بديها تحس بشي لحتى أقدر صلح الوضع. ناجي بيك، أنا ملك. اللي سويت عندك الباسبورات من كم يوم، يعني بصراحة الباسبورات انسرقوا وأنا لازم ساوي غيرهم بأسرع وقت ممكن. أنتي مرتو لعدنان كرمان ما هيك؟ ايه بلا، بس عدنان ما له علاقة بهالموضوع وما بدي اياه انه يعرف بشي. ملك خانم، نحن ما بقى فينا نشتغل معك ابدا. ما بدي انه تنتزع الامور بيننا وبين الاغا عدنان او تورطينا بشي مشكلة معه. لا إلك حدا تاني غيري. سكر الخط. طلعي عليه شو بيشبه علي. ما شاء الله، اجاكي صبي بياخد العقل يا روحي. الله يحميه من العين والفلم. امين. شايفه يا زهره شلون الكل فرحان؟ خوفتينا بالاول كثير عليك. الحمد لله الله وقفنا هيك ونعساكي وخلانا نشوف هالخلقه الحلوه. زهره خدي احملي ابنك. زهرة حملي ابنك مثل العالم عم قلك. يلا رح صوركم صورة وابعتها لعلي مشان هو كمان يشوف ابنه. ما شاء الله كأنه فتح عيونه عم يطلع فينا هلأ يا روحي.
يمكن حس انه نحن اهله. بنتي احملي للولد منيح. شو صار لك؟ شو يا روحي؟ ناجي بيك لا تسكر لو سمحت. اسمعني، بوعدك انه عدنان ما رح يعرف بشي ابدا. انا لازم جيب هالباسبورات باسرع وقت لانه مساله حياه او موت. لو سمحت ساعدني. ايه طيب، ما دام الوضع خطير لهالدرجه هي، خلص انا رح ساعدك ولا يهمك. يعني قد ما كان بتضلك مرت الاغا، بس هالمره الوضع مختلف شوي، لانه نحن هلا رح نخاطر بحياتنا وشغلنا، لازم يكون المقابل مبلغ كبير كتير. يعني بدي منك يا خانم 3 أضعاف المبلغ يلي اعطيتيني اياه. بس انا من وين بدي اجيب لك هالمبلغ هلا؟ ما معي. هاي مشكلتك انت، انا ما دخلني فيها. ايه عزت، بشو عم تفكر هلا لحتى تسرق من عندي زبايني؟ انا ما عم فكر اسرق زباينك، بس انت يلي اخذت حقي ومصاريي ولهلا ما اعطيتني اياهم عدنان. ليك عزت، الاحسن انه يضلوا مصاريك عندي، على الاقل بكره او بعده لما تفلس ما بتحتاج للمصاري. يعني فيك تقول عم بخدمك هيك. عندي فضول أعرف شغلة واحدة، بتعرف شو هي؟ لما تنسحب منك الأغاوية شو بدك تعمل؟